عبد العزيز عبد العاطي محجوب. عبد العزيز انت احنا فين دلوقتي؟ احنا عند كوبري 15 الحفير. مشكلتكم ايه؟ المشكلة بتاعتنا ان احنا بنشتكي هنا بقالنا 10 سنين على موضوع تغطية الفاتحة ديت اللي عاملة لنا كوارث يومية. تمام. وقمت بعمل فاكسات لجميع انحاء الجمهورية. للطرق ماشي، للوحدة المحلية ماشي. انت بقى محافظة ايه؟ كفر الشيخ. مجلس مدينة ايه؟ مجلس مدينة الحمام. تمام. والوحدة المحلية بقرية التفتيش. وطبعا بيجي معاينات كتير جدا بس ما فيش حد بيتحرك. الوحدة المحلية تفضلت مشكورا بإرسال خطابات للطرق وللصرف. تمام. التابع له. الوحدة المحلية بعتت المجلس المدينة الحمول وبعتت لهندسة الري ببلطيم. تمام. خطابات. لكن ما فيش حد بيتحرك. كل يوم كوارث زي ما انت شايف. كل يوم حوادث. كل يوم زهقنا. كل يوم نشتال منها ناس وما فيش حد عايز يتحرك. لغاية طالبنا قلنا لهم تعالوا هنعملها نفقة البلد دي وده الطريق الرابط بين القريتين، قرية 11 الحفير التي تسمى بالنهضة وقرية المجاز الشرقي والمجاز الغربي. تمام. وده طريق زراعي رابط بين القريتين، يعني اللي بيشتغل محصول ينقله الناحية دي واللي بيشتغل محصول ينقله الناحية دي، لكن مفيش فايدة من أي مسؤول. مش عارف احنا غلبنا، زهقنا وتوجهنا ببص بجميع الوسائل لدرجة ان في ناس كانت بتيجي تعاين ندي لها فلوس عشان تيجي تعاين، وزهقنا خالص ملينا. 10 سنين كتير. تقول له محافظ كفر الشيخ الجديد النهاردة تقول له ايه؟ انا بعتت لحضرته فاكسات كتير جدا. بعتت له فاكسات كتير جدا وهيلاقي الفاكسات دي موجودة في جميع المؤسسات وجميع الهيئات التابع لها الفتح. لكن المسؤول عن الفتحة هي هندسة الري ببلطيم والطرق بتاعة الحمول. طرق الحمول هي اللي ما بتتحركش، هي وهندسة بلطيم. لكن المسؤول الكبير فعلا بيرد على الفاكس، فعلا بيرد على الفاكس وبيرد على الفاكس وبيبعت للجهة المسؤولة عن الموضوع للتنفيذ، لكن ما بتنفذش. بيدوله تقرير غلط لكن ما بتنفذش فعلا.